ألف يذكرت السيدات الأمريكيات اللي آمنوا بالسعادة إلى موت وأجوا من أمريكا، لأن كل قلبهم حقا وحقيقا أمريكا. والله من يستطيع أن يشق عن قلوب الآخرين؟ لا يمكن أن نشق عن قلوب الآخرين، والحديث النبوي القصة النبوية مشهورة، هلا شققت عن قلبي. بس أمامي كلام عم بيقول إنه شوف، خطة رسالة للعالم، خطة التخطي للخطوط، بعدين في شيء اسمه قصيدة عنوانها الحرية من الموت، هي القصيدة. خطة رسالة للعالم بالأصل جاءتني في الإنجليزية، وهي الآن مكتوبة صفحة إنجليزية مثل ما كتبوها أصحابها. إحدى السيدات اللي كانت في الذين قالوا نعم في حرية من الموت، يعني ما في موت، هابينس ويزاوت ديث، تقول هذه السيدة إنه بعد ما رجعوا من هنا إلى واشنطن اتصلوا بهم من كيب تاون. كيب تاون يعني بالجنوب أفريقيا. قالوا لهم في عندنا السعادة بلا موت، أنتم عم تدخلوا طلعتوه من أمريكا، ممكن نعمل معكم مقابلة، في عندنا 7 أسئلة بدنا نسألكم إياها. فسألتم هالأسئلة، جاوب على الأسئلة 3 من أمريكا. تقول الأسئلة سيدة اسمها فاتن آدمز من جنوب أفريقيا، من الإذاعة رقم إذاعتهم 786 راديو جنوب أفريقيا. هلا إنه هالأسئلة عن الترجمة واللغة العربية وكيف ترجمته وكيف ممكن كذا، بيعرفوا عن بعضهم، يعني بيقول أنا فلان وبيجاوب. دكتور عبد العزيز السعيد رئيس كرسي السلام في الإسلام في واشنطن، وهذا محدث جديد، يعني أحدث كرسي السلام في الإسلام لما طلع الإرهاب، هذا رد على الإرهاب بس من قلب واشنطن. كرسي السلام في الإسلام أنشأه عربي وترأسه عربي ويشغلون به من كل الملل. مهم دكتور عبد العزيز يقول أنا رئيس كرسي السلام في الإسلام وبيجاوب. مينا الشريفي، الدكتورة مينا الشريفي من أصل إيراني أبوها ومن السادة وزوجها أمريكي، بتجاوب كمان وبتدخل بين الصحو والمحو والسكر والفلان، ما أدري هذا مش موضوعنا اليوم. لكن السيدة أميل تافرنير التي سمت بيتها بيت ابن عربي والآن عملت له فرع في ديترويت، تقول بالتعريف عن نفسها: أنا أجيب على أنه هل آمنوا بما يقولون، يعني الكلام اللي عم بيحكوه جد. تقول هي إجابات عن التبرمير: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مدير بيت ابن العرب، هيك مكتوب، المركز الخاص بفلان في الغرب والذي يحمل، وهي خصصته، لا دفعت فلسا ولا طلبت إليها، لكن جاءت وأشرق الله على قلبها، ومرة بتحكي بتصير رفاعية، ولكن أكثر شيء بتكون قادرية، يعني لأنه ما في رسالة تكتبها، صارت أكثر من 100 رسالة عندي اللي بتسلم على الشيخ الحسيني الشيخ محمد القادري. وآخر رسالة وصلتني منها هي رسالة تصف عروج الشيخ محمد القادري نقيب الأشراف بالموت، كيف تحرر الشيخ القادري محمد القادري. يعني أعني أنه هي أحيانا القلة الرفاعية وأحيانا وكثيرا هي قادرية، لأنها دائما وأبدا تسلم من رأس الرسالة، تقول بلاد فازر وبعدها تضحك وتقول ليك الدكتور عم بيمسك الورقة، لا بيعرف ما بيعرف كيف تقرأ الورقة الإنجليزي. فحقيقة تكتب بطريقة عجائبية هذه السيدة هاميل تافرنير. أقول الآن هي نزلت بيتها ووقفت بيتها وسمته بيت ابن عربي، وتقول هنا عن المركز الخاص للاتحاد والذي يحمل إلى العالم كله رسالة مثالها: إن هناك سعادة بلا موت. قولا واحدا، هي رسالتنا في العالم، يعني الإنيون مونديال دي سيكريتان ولونغارا، اتحاد العالم للمؤلفين باللغة العربية، هذه رسالته إنه في شيء اسمه سعادة بلا موت. نحن عم نعطيكم أخبار صار لها بأمريكا.
صار له بامريكا وباوروبا زمن طويل، وصار له بيوت وصار له مناقشات، بس هلا تشجعنا لاسباب منطقيه بالنسبه للروح عندنا صارت منطقيه، لانه في عندنا صار يعني استيعاب مهم لهذه القضايا، ولذلك نحن نحدث اهل البيت بالذي فيهم وبالذي فيه. ان شاء الله نخلص من رفع الموتى عن الموتى كتابه فختمنا، فدعا العالم بابه، نجمع البحرين خضر وكليم برعاء آية حي من تسابق. يمكن الرباعية فيها كثير قضايا، شو يعني فختمنا؟ قديش بده واحد حتى يقرأ هذا الكتاب مثلا، الكتاب المقدس، قديش بده يختمه؟ قديش بده يقرأ القرآن الكريم تيختمه؟ في رأيكم يعني كم يحتاج؟ إذا بده يختمهم مع بعض قديش؟ بتغامروا معي وبتجوا بتجوا لنختمهم هون هلا اليوم؟ فيكم؟ مين بيقول فينا؟ خلص إذا أنا وثقت بالذين فيهم. رح أقرأ لكم الكتاب المقدس، بس عيروا ساعاتكم، عيروا الساعة وشوفوا قديش بياخذ معي ختم الكتاب المقدس وختم القرآن الكريم أمامكم. مين بدكم بلش بالأول، ختم القرآن ولا ختم؟ هلا خلينا نشرب قليلا من الماء زمزميا وعلى نية، على نية صبر، يعني على نية اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن كان يشكو أمرا جسديا فعافه، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن كان يشكو أمرا اجتماعيا فعاونه وحل له مشكلته على فضل بسم الله. قلت لي بدك تختم القرآن بالأول؟ يلا عير الساعة. ليش ساعتك الآن؟ تقريبا هلا هيبريك فرصة صغيرة، بدي بقى قضينا ساعة ممغوطة في الكلام، وهذا مو عزمي أنا فعلا، هذا عزم أولي العزم فيكم أنتم الذين تعيشون في عصر عجائبي، تسمعوا الأخبار وتشوفوا الصور وتشوفوها بالتلفزيون، ورغم كل ذلك تستطيعون أن تسمعوا كلاماً من هذا الطراز. هذا أمر يعني لا يبتاع إلا أولو العزم بالتأكيد. بعرف شو وراء الناس أشغال، ما أنا بعرف لما بدي أعمل شغلة حقيقية مليون إبليس بيفوتوا بيني وبينها، وأنا المتحرر والفلان والعايش بالخربة وكذا. يا إلهي أنا بتعجب كيف الآخرين الإخوة الأخوات البنات الأمهات كيف عم يستطيعوا يسلكوا هالدنيا لولا حلم الله، لولا رحمة الله. كثير عويس، كثير عويس الواحد يتغلب على إبليس أو على الأبايسة. نحن أقرب إليك من حبل الوريد، ونعرف ما توسوس به أنفس الناس، وسواس الناس مستمر في كل لحظة في كل آن. آلاف الأبايسة طبعا، بس الحمد لله اليوم بعيد عنك. اليوم خلص لحالة مصفتها الله قبل ما نجي، مصفتها الله وأرسل أقواما مجردين لهم بأس في السيطرة على الوسواس الخناس وفي ضبطه وضغطه ليشرفوا بمثل هذا الموضوع. ده موضوع لازم يطلع 3-4-5 هيك بس في سوريا. ايه بابا سوريا عند سوريا عند التجاوزيين معناها الشمس. فوتوا على موقع التجاوزيين وشوفوا كيف عم يحكوا عن سوريا. انا احبك في اي لاف سوريا. سوريا بالسنسكريتي معناها الشمس. ولذلك سوريا لها على كل اهل الارض وعلى السوريين ان يطالبوا بذلك. سوريا اللي بتحاصر الناس اذا شاءت، وسوريا اللي بتعاقب اذا شاءت، مو تعاقب سوريا. هذا مخالف للمنطق تماما.
بس انا ليش ما عارف ان سوريا هي الشمس؟ اكيد الامريكان اصحابي هذول. هذا الامريكان اصحابي، امريكان اصحابي نعم، لما كان في رحائن عند الخميني كانوا ينفذوا المستشار الثقافي فلان انه حتى انا احكي مع الايرانيين حتى يشوفوا الرحائن. هلا نحن بدنا كمان نرجع نحكي مع اصحابنا انه حتى يفكوا الرهائن، رهائن التفكير. مش معقول يكونوا بالعصر الواحد والعشرين ويفكروا بهذه الطريقة التي تشبه كسلنا. ينبغي ان يكون الناس على مستوى التفكير السليم. اذا سوريا عند السنسكريتي لغة سوريا تعني الشمس. اذا كانت سوريا تعني الشمس، ولولا الشمس نحن نعرف علمنا بالابتدائي شو؟ لولا الشمس لما مين حافظ كتاب الاشياء تبع الصف الثاني ابتدائي بايامنا نحن طبعا قبل ما يولد الكثيرون منكم، كانوا يقولوا لنا لولا الشمس لما عاش انسان ولا حيوان ولا جماد ولا نبات. ايه وجماد شو؟ ما بيعيش. انا بدي اقراها اليوم هيك ولا نبات جماد، لانه الارض التراب جماد ولا مش جماد؟ محسوب باللغه جماد. ما هي انا بتعجب كيف من نقبل مع وضع اللغه انه ارض بتطلع على الزهر بتكون جماد. هلا بكل الحريه ارض بتحط لاي نبات، ما النبات بتعطيه اياه بتعطيك مثله بس اضعاف كيف تكون جمالا؟ هي الجم بالفارسي جم يعني العالم، هي عالم آت، عالم يرجع إليك ويرجع إليك في البصرة، 100,000 بصرة. هذا